صباح الخير، أنا عماد خضير ابن محمد منير ابن علي ابن محمود، مؤسس مجموعة الخضيرية على الفيسبوك، وحاليا عم بدير موقع خاص بشجرة العائلة على الإنترنت. حقيقة موضوع شجرة العائلة قديم، بيعود للعام 2000 لما بلشت أنا بطلب من أستاذ مالك خضير أنه نجتمع مع المرحوم الحاج رضا خضير بسبب تواجد مجموعة كبيرة من البيانات مع الحاج رضا اللي هي من مذكرات قدامى العائلة، فهو كان مؤرخ لهالمواضيع وأنا استلمتها وأطلقت شجرة العائلة للمرة الأولى بعام 2002. استمرت لسنتين أو ثلاثة ثم توقفت لأسباب فنية متعلقة بالموقع الاستضافي على الإنترنت. حاليا عم نعيد إطلاق الموقع لكن بنسخة أفضل وبخدمات أفضل، وأكيد مع التحديث المطلوب، والاستضافة رح تكون على مخدم مجاني، ما بيتطلب منكم تفتحوا حسابات استثمارية، مجرد تصفح من الروابط رح أبعتكم إياها مساء اليوم. بدي أكرر شكري لكل المجموعة اللي تواصلت معي للتحديث وساعدتني وشجعتني على هذا الموضوع. الحقيقة الفكرة هي بتواصل أواصل الخضيرية بسبب طبعا مثل ما بتعرفوا الظروف اللي عم تعيش فيها البلد، وسفر العدد الكبير من الخضيرية خارج البلد أدت إنه التواصل الاجتماعي معدوم، وهذا الشيء اللي عم نحاول نأمنه من خلال هذا الشجرة. بتمنى من الجميع إنه يشوف هالفيديو لمدة دقيقتين أو ثلاثة، وخاصة إنه في فيديو تدريبي صغير رح يكون يشرح شوي كيفية التعامل مع الشجرة الديناميكية التفاعلية اللي بتتضمن حوالي 600 فرد. وطبعا افراد العائله 600 لا يمكن عرضهم بشاشه واحده، لذلك في خدمات متعلقه بموضوع البحث وكيف نعمل زوم ان وزوم اوت على الشجره، لانه كمان في خدمات متعلقه بموضوع كثافه عرض المعلومات او حتى بموضوع دقه العرض او حتى عدد الاجيال المطلوبه من الاهالي او من الاولاد. اكيد المشروع ما بيوقف عن اطلاق الشجره اليوم، راح يستمر بالتحديثات، وانا راح اخصص فترة نهاية كل أسبوع لإدراج كل التحديثات والتصويبات اللي بتبعتوا لي إياها، وراح يكون في مساعد إلي راح نسميه إن شاء الله خلال فترة قريبة، فبيكون هو نائب رئيس الموقع. أسلوب العرض ما فيني أتحكم فيه، تفرضه علينا الموقع، الذكور بالأزرق والإناث بالزهري، ثم الأولاد تحتهم بنعرضه من اليسار لليمين من الأكبر فالأصغر. بس بدي نبه على موضوع معين، لما ببعتكم الرابط في مثل شاشه افتتاحيه باللون الازرق في عليها اكس، هي بتسكروها حتى تبلشوا تشتغلوا على الموقع بشكل اولي. وفي كمان شغله، كل مربع بتلاقوا في جنبه مجموعه من النقط، هذا المربع هو مربع قابل انه يصير في عليه اكسباند او فتح، فممكن تضغطوا على اي مربع بالشجره فبيفتح افراد العائله. هلا مستوى الفرد بالاجيال ان كان نحو الاباء والاجداد او حوله او بالنسبه للاولاد والاحفاد بيعتمد على مينيو صغير كمان مشروح بالفيديو التدريبي. في فكره العام المقبل ان شاء الله ممكن نطلق برنامج خاص على الاندرويد للموبايلات والاجهزه اللوحيه، كمان يساعد انه الشجره تكون متاحه ضمن تطبيق اندرويد، ببعث لكم اياه اذا مشي الحال. كمان في فكره انه نفتح كمان فيسبوك خضيري، هل فيسبوك الخضيري في واحد يتواصل فيه فقط بمجموعة الخضيرية، إذا بتكون هو مثل برنامج خاص لإدراج مو بس شجرة العائلة وإنما مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بالعائلة. طيب مرة ثانية، كان بيود يعني كان من الدواعي سروري نشتغل بهذا الموضوع، وأنا بتطلع لأنه نطوره بشكل مستمر وجاهز لأي ملاحظات من قبلكم، وخلينا نقول جمعة مباركة على الجميع.